مهندس. مرحبا علي. الله يقويكم. مهندس صقر، أين يتشكل الغاز؟ وين يتشكل؟ طبعا الغاز الطبيعي هو مصدر من مصادر الطاقة، ويتشكل في الطبقات العميقة في باطن الأرض، ويحتوي على أكثر من مركبات من الهيدروكاربونز، منها غاز الميثان اللي هو على نسبة، بالإضافة إلى مركبات الغير هيدروكربونية مثل ثاني أكسيد الكربون. هذا شيء جدا جميل، وأيضا جدا نقدر للتصاريح اللي أخذناها بوصولنا إلى هذا المكان كأول تلفزيون يدخل في هذه النقطة اللي تعتبر من أهم النقاط حساسية في دولة قطر. مهندس صقر، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا.